الكل هنا بالصالون الوطني للابتكار في طبعته الثامنة يحاول عرضه وشرح ابتكاره. اختلفت الابتكارات ولكن الطموح واحد، هو الفوز بلقب أحسن مبتكر لسنة 2018 من خلال مشاركة 50 مبتكر. هناك 50 مخترع سيتنافسون على جائزة أحسن اختراع لسنة 2018. على هامش هذا الصالون هناك ورشات عمل ينشطها خبراء من المنظمة العالمية للملكية الفكرية حول كيفية حماية براءة الاختراع على المستوى الدولي. بكري كانت البريك ما فيه والو، احنا درنا له فومال هنايا وفومال هنا، هذه عيطوا لها لا غينور دا جوستومون باش يحكم النيفو اوريزونتال اي فيرتيكال، يحكم النيفو هاك والنيفو هاك. تولي ما تسحقش الخيط هذاك وتضيع الوقت وتولي تربح بزاف الوقت. رياض وكغيره من المبتكرين يرى أنه من الضروري الاستثمار في الكفاءات التي تنشط في مجال الابتكار، خاصة وأن جل الابتكارات لها بعد اقتصادي ناهيك عن أنها تسهل الحياة اليومية للمواطن. ما نلقاوش محلات نفخ العجلات فاتحة، دونك اقترحنا هذا الجهاز دو تيل فاسون ولا بحيث ان اي واحد يحب ينفخ العجله راح يكون متوفر 24 ساعه على 24 ساعه. سي ان ديسبوزيتيف كي فا بيرميتر او بيرسون هانديكابي موتور دوتيليزي توت لي ماشين ا كودر سون افوار بوزوان دو لا بيدال ابي. هي اذا ابتكارات في مختلف المجالات، ابطالها باحثون جزائريون ينتظرون المرافقه والدعم باعتبارها مشاريع استثماريه مربحه.